حضورنا الكريم، أسعدتم مساء بكل خير. نلتقي اليوم وإياكم في أمسية تتناول قضية مهمة وملف من أهم الملفات المعنية بالمرأة والأسرة، وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 يوليو 2017، نتج عن ذلك تداعيات وردود فعل متباينة ومتناقضة ومختلفة بين مؤيد وبين معارض وبين البينين. طبعا ردود فعل تناولتها وجهات النظر أيضا برزت من قبل أطراف معنية أساسا بهذا الملف ومتمسكة بهالملف من حوالي ما يقارب فوق 30 عام، من ضمنها جمعية النسائية والاتحاد النسائي، إلى جانب طبعا جمعيات أهلية معنية بملف المرأة والأسرة، إلى جانب الجمعيات السياسية والمكاتب واللجان المعنية بالمرأة في داخل الجمعية السياسية، مؤسسات رسمية ومجلس طبعا السلطة التشريعية اللي هي تتضمن مجلس الشورى والنواب. كل هذه الأطراف، كل هذه الجهات تناولت أو يعني برزت لديها كثير من ردود الفعل وجهات النظر حول هذا الملف اللي نعتبره ملف رئيسي في الموضوع. طبعا معانا اليوم لتناول هذا القضية الأساسية اللي هو الأستاذ عبد الله الشملاوي، وحبينا نبارك له لأن هو جاينا وبنته توضع في المستشفى، وحين خبرونا هي وضعت بنت اسمها سارة، فنبارك له بهالمناسبة ونشكره لأنه هو يعني قدر يهد البنت تولد ويينا يحضر. وانا قلت له كان زين مخبرنا بنأجل علشان المرأة بعد مفروض تتضامن وياها، فنبارك له من كل قلبنا. حفيدة عبد الله الشملاوي وتوها وصلة الحين قبل ندوتنا بشوي، والمفروض يعني يعتذر وما يكون موجود، بس عبد الله ملتزم دائما على طول. وعبد الله راح يتناول بعض النصوص القانونية اللي هي عليها خلاف أكثر في القانون، وراح يعلق عليها ويبدي وجهة النظر. والأخت فريدة راح تتناول الجزء الخاص برؤية وعد في هذا القانون والموقف من آلية صدور القانون، الآلية اللي تم خلال يعني بها صدور القانون، وأيضا والإجراءات اللي تم يعني مثل ما يقولون كلوتت القانون بهالطريقة اللي هي بسرعة وعرض القانون في الجريدة الرسمية. هذا الجزئين بس. احنا ما هو توقع يعني ما هي توقعاتنا من هذا الفعل؟ انا اعتبر هالموضوع ملف رئيسي، نتمنى في الحوار واثناء عرض المداخلات انه احنا ناكد على قضايا ثلاث جوانب رئيسية في هذه الامسية. الجانب الاول والمهم اللي هو عرض النواقص والسلبيات والمواقع الخلل في هذا القانون، وين الخلل وليش احنا محتاجين كأطراف معنية، لماذا احنا يعني نشوف انه هذا القانون في نواقص في هذا وما يلبي طموحات الحركة النسائية في البحرين. الأمر الثاني والمهم طبعا رؤية وعد مهم، ورؤية التيار الديمقراطي، كل الأطراف اللي تمثل التيار الديمقراطي مهمة رؤيته في موضوع في ملف من هالنوع، فنريد نأكد على هال. الأمر الثالث واللي أهم أنا أعتقد لما بنبتدي نقارن بين القانون الصادر في البحرين بين قوانين أخرى، يجب أن احنا نروح للقوانين المتقدمة علينا ونقارن القانون الصادر في البحرين بين تجارب متقدمة، لا ما نقارن بينه وبين يعني أمور متخلفة. الشيء اللي أقصده في هالجانب إنه يا ريت نبتعد عن كل ما هو فقهي، إنه أقارن بين بنود تتعلق أو نصوص تتعلق بالمذهب الشيعي والمذهب السني. المذهب السني في هالجانب أفضل من المذهب الشيعي، والمذهب لا نبتعد، يا ريت نبتعد عن أمور من هالنوع. نريد نأكد على
يعني انه في جوانب ايجابيه اوكي، وهذه خطوه نوعا ما ايجابيه متقدمه، لكن بالنهايه في تجارب اكثر تقدما من هذا القانون، وعندنا عليه خلاف يعني وجهات نظر كثيره ونواقص كثيره، فيا ريت نروح حق اللي متقدم والمقارنه تكون موضوعيه ودقيقه وحضاريه، بالتالي على الاقل نطلع احنا بنتيجه اكثر من ما يصير خلاف فقهي واحنا ما لنا علاقه بهالجانب الفقهي. يعني حتى لو في احد فينا متخصص اوكي بنسمع وجهات نظرها وبنحترمها وبنقدرها، لكن انا اتمنى ان احنا نبتعد عن هذه الامور الخلافيه، خلينا نتفق على ما هو. طيب اعطي المجال حاليا حتى ما نطول عليكم الاستاذ الاخ عبد الله الشملاوي يستعرض ورقته، وهو يقول انه يحتاج نص ساعه، وبعدين انتقل حق الاستاذه فريده تتناول الجانب اللي يخصها. تفضل استاذ. مساكم الله بالخير. على خلاف عادتي في اللقاءات دائما كنت اتحدث مباشره للاخوه الحاضرين، هالمره اضطر اطالع في النصوص لان النص والتعليق عليه في عجاله. المادة الثانية قالت لا يتم تعديل هذا القانون إلا بعد موافقة لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة وفقهاء الشريعة الإسلامية المتخصصين في الفقه السني إلى آخر النص. القانون في ديباجته استوجب أن يكون التعديل، وطبعا من باب أولى وضع المسودة، يعني إذا كان التعديل متطلب فيه أن يكون من قبل لجنة من الفقهاء والقضاة، فمن باب أولى أن يكون وضع المسودة من نفس النوعية. هذه المادة وإن كانت توحي بأنها الضمانة التي تطلبتها بعض الفعاليات أو بعض الناس، و طيب أنتوا طلبتوا ضمانة أخذوا الضمانة، هذه ليست ضمانة. أولا ليس هناك انضباط لمفهوم الفقاهة، لو رجعنا إلى اللجنة المعينة من فيهم فقيه؟ مفهوم الفقهاء عند المسلمين مو محل اتفاق، عند المذاهب الجمهور مفهوم الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، عند الشيعة مفهوم الفقهاء المراجع. إذا أخذنا التعريف السني ما فيهم واحد في مقام أبو حنيفة ولا مالك، إذا أخذنا الجانب الجعفري ما فيهم واحد في مقام مراجع التقليد. فإذا ما كان ينبغي أن تضع هذا العنوان بلا معنون بلا مسمى، مجرد هيكل. كذلك لم يضع ضابط أو آلية للتصويت اللجنة هذه التي سوف تضع المسودة، اللجنة التي لو عرض عليها مستقبلا التعديل كيف ستكون آلية عملها، كوتا عدد تصويت، ما في آلية، فقط هيكل بدون أي حركة. المادة الثالثة قالت فيما لم يرد بشأنه نص يحكم القاضي بالنسبة للفقه السني بالمشهور في المذهب المالكي، فإن لم يجد ففي المذاهب الأربعة. راح للمذهب للقاضي الجعفري وسمح له بالحكم بالمشهور في الفقه الجعفري أو بالقواعد العامة في الشريعة الإسلامية أو في الفقه الإسلامي. طيب ما كان ممكن يتمكن القاضيين أن يحكم كل منهم بالمشهور؟ وتذكر الأخفاض ما كنا حاطين نص أنه إذا لم يجد القاضي في هذا القانون حكما فيرجع للمشهور في القواعد الفقهية الإسلامية مراعيا فيها مقاصد الشريعة وبتسبيب للحكم. مع الأيام سوف يعني نستطيع أن نصل إلى ما يعرف بفقه القضاء، قاعدة هنا وقاعدة هنا وقاعدة هناك وقاعدة هنا، يتكون لدينا ما يعرف بالسوابق القضائية، نستل منها بعد 20 بعد 15 بعد أقل بعد أكثر فقه القضاء. فوت المشرع بهذا التوجيه على القضاء أن ينشئ له فقها خاصا به. فإذا دعوة التوحيد بيّن أنها ما موجودة، بالعكس هذه تشطير. أحال إلى المادة 13 حتى 21 من قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بالاختصاص. هذا يثير تساؤل، من هو القاضي المختص؟ يعني لعله خلال ثنايا القانون نجد تأثر بمادة كانت موجودة وهي محكمة الأسرة، حذفت في القراءة النهائية لكن آثارها ظلت موجودة. في أحياناً يعني يحتار المتقاضي أين يذهب، الآن يتكلم عن الفقه السني وحددها بمالك والشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل والجعفري قال المشهور من قواعدهم. طيب ما الحكم لو جاء أمامي عقد زواج وفي نص جاينا في المادة 28 على ما أذكر أنه يحكمه الفقه الظاهر من العقد،
وإذا ويكون بمثابة القانون الواجب التطبيق. طيب أنت كقاضي جعفري أو سني كيف ستطبق الفقه الزيدي؟ كيف تطبق الفقه الأباضي؟ كيف تطبق الفقه الدرزي؟ إلى من يذهب هذا المتعاقد المتزوج من وفقا للفقه الدرزي أو الأباضي أو الزيدي؟ يعني هل تخرجه من ملة الإسلام؟ ما أعتقد. إذن إلى من يذهب؟ المحكمة المدنية. المحكمة المدنية تنظر المنازعات الأحوال الشخصية لغير المسلمين. طيب لا يستطيع يروح للقاضي المدني ولا يستطيع يروح للقاضي السني ولا الجعفري، وين يروح؟ ترانزيت؟ ما محسومة المسألة. أيضا لما يجي ويقول إن عقد الزواج يحكمه الفقه الذي نشأ في ظله، ثم يأتي يتناقض معه. إذا عقد عقد زواج في مصر على رأي الإمام أحمد لا يتطلب الولي، فالعقد صحيح ونص، ويقول النص نفسه يقول بأن العقد صحيح، ثم يأتي لإثبات الزوجية لا يمكن أن تتم إلا برضا الولي. طيب يعني نطبق موضوع الولي اللي عندك في البحرين أو نطبق الفقه الذي نشأ العقد في ظله؟ إذن القانون واجب التطبيق أصبح غير واضح، رجحت أنت نص على نص فيحصل عندك إشكالات في العمل. الميراث أحال إلى الميراث والهبة والوصية والوقف إلى الفقه الجعفري والسني بحسب الأحوال، وقال أنه مذهب الوارث أو الواهب أو الواقف. طيب يعني كان ينبغي أن تحسم هذه المسألة، يعني عندنا مشاكل لا حصر ولا حد لها في المحاكم. عندنا البنت إذا كانت سنية وكانت لوحدها راح تأخذ نصف الميراث ويتسلط على النصف الثاني عمها، بناء على حديث مروي عن طاووس: أعطوا الفروض لأصحابها وما زاد فلأولى عصبة ذكر. هذا الحديث ينافي القرآن، لأن الميراث أساسا أولوية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله قطعا ويقينا، وللوهلة الأولى البنت أقرب لمورثها أبوها من عمها ومن جدها ومن خالها. يعني اهدر الحديث. ورد عليهم الإمامية الجعفرية الشيعة بأنه هذا طاووس ضعيف. طيب أنتم كذلك يا شيعة تحرمون الزوجة من العقار، مع أن ما في لغة العرب وفي الآية هنا مما تركتم، مما تركنا، مما تركتم، كلها تكون اسم موصول بمعنى الذي، توصل عند الحرمة وتصير لا نكرة بمعنى شيء، من شيء تركتموه. حديث ضعيف. إذا كان الحديث يخالف ظاهر القرآن مهما كانت سنده حسان يهدر، لا قيمة له. تحرك يا مشرع، يعني أنت عندك متسع. يعني يمكن يكون هذا الرأي في شطط، لكن يعني لا بأس أن يبدأ. لا لا لا، بس لأن الكلام طويل وما في داعي لطرحه، يعني مجرد إشارة فيما يتعلق بالميراث، لأنه ما تعرض لهذه من المعايب. أيضا يعاب على القانون العجلة، يعني أن يصدر قانون في دقائق ويصوت عليه بالإجماع. الله ما على إجماع، قانون صحيح على إجماع، من وين صارت يعني؟ يعني سوري يعني التعبير، ثلث البشرية مو مسلمين، يعني مو مجمعين على الله، من وين جبت حكاية الإجماع على القانون؟ وبعدين قانون الأحوال الشخصية الكويتي كمشروع صدر عن مجلس الأمة في بداية السبعينيات، وظل يعني يشرح ويدرس في الجامعة والمحاكم الشرعية لا تطبقه على نحو الإلزام، وإنما تقول كذا كذا، وبذلك ورد في المشروع، وبذلك ورد في المشروع، جاء في المشروع. مع الأيام نشأ عندي فقه القضاء اللي تونا نتكلم عليه، وفقه الشراح في كلية الشريعة وكلية القانون في 84 صدر، بعد ما نخلوه طحنوه، كل العيوب اللي كانت موجودة فيه كمسودة تم تلافيها من خلال ما أخذ به القضاء ومن خلال ما شرحه الفقهاء. أستاذنا الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي عميد حقوق القاهرة وليبيا والبصرة والسربون يقول القانون الكويتي المدني الكويتي أحدث قانون مدني على الكرة الأرضية، لكن يعيبه أنه صدر في عجالة لم تستغرق أيام إعداده سوى 3 سنوات. القانون المرافعات الفرنسي صدر سنة 70، وأوحي للقضاة والفقهاء أن يشرحوه على أنه مسودة ليرى معايبه. سنة 73 صدر بقانون، ما يعني ما هو يعني ما الذي حدا مما بدأ؟ أين كنتم؟ أنا من 84 وإحنا ندق لما نشفنا، تصدرون في خلال ساعات. ثم أنه يعني أيضا المسودة المقدمة من الهيئات النسائية وأساسها التاريخي القانون الكويتي لا يكاد يظهر لها سبب، قصدي أثر. جاء في تعريف عقد الزواج وقال بأنه عقد شرعي بين رجل وامرأة لتكوين أسرة بشروط وأركان مع انتفاء الموانع. طيب يعني
لماذا لا نقول عقد غضائي؟ لماذا الإصرار على كلمة أنه شرعي؟ يعني هل باقي العقود ليست شرعية؟ هذه واحدة. الثانية طبعا المحرمات هذه متفق عليها ما فيها خلاف. الولي اشترطه القانون بالنسبة للفقه السني بتشدد نوعا ما، وبأقل تشدد بالنسبة للفقه الجعفري. هذه المسألة أيضا ممكن كان القانون يهرب منها، لأن أساس الولاية في النكاح أو في الزواج طبعا عند الجعفرية الأب ثم الجد والأب، ومشروط بموافقة البنت، كذلك موافقة البنت أضيفت بالنسبة للشق السني. أساس قاعدة الولاية حديث مروي عن أم المؤمنين عائشة: لا نكاح إلا بولي وشاهد يعد. طيب يعني في أصول الحديث إذا خالف سلوك الصحابي روايته تقدم الدراية على الرواية، يعني يقدم الفعل على الحديث. سيدة عائشة بغياب أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر كان في الشام وزوجت لبنتين ورجع، ما أخذت بحكاية الولي. إذن لو كان حديث الولاية صحيح ما كان يعني ينبغي يسيغ يصح، ما يناسب أن السيدة عائشة تروي حديث ثم تخالفه. فمن باب تعديل الصحابي إذا خالفت الرواية الصادرة عنه أو المنسوبة إليه فعلا فعله، تهدر الرواية. عندك منفذ، بلاش يعني توهق بنات خلق الله. يعني ثم أن امرأة جاءت لرسول الله قالت: يا رسول الله، أن هذا أبي قد زوجني لابن أخيه ليرفع به خسيسته، واحد طايح حظه بلاها فيه. قال: أنت بالخيار. قالت: لا أريد فسخ العقد، وإنما أردت أن أعلم الرجال أن ليس لهن بشأن بناتهن حق. بما معناه النص ليس 100%. طيب هذه واقعة السيدة عائشة أنها زوجت بنتين لأخوها، واقعة البنت التي اشتكت للرسول. فأصل الكلام عن الولاية لا، هو إيش ركن في العقد لا ينعقد بدونه. ومن شوية قلت لكم أنه لو عقدت خارج البحرين ثم جاءت لتثبت عقد الزواج في المحكمة لا يتم الإثبات إلا برضا الولي. طيب يعني موقف ما ممكن الدفاع عنه يعني. بعدين يتكلم عن البلوغ. مرة يقول إنه البنت لا يجوز أن يتم عقدها إذا كانت لم تتم 16، ويجي بعدين في الطلاق يتكلم عن طلاق الصغيرة التي لم تبلغ. طيب البلوغ الشرعي هو 9 سنوات عندهم، يعني أن ترى ما تراه النساء. يعني طيب وضعت نظام، ما هو الجزاء؟ يعني نحن نعلم أن القاعدة القانونية تتميز بثلاثة أمور: العموم والتجريد، وأنها تكون مقترنة بجزاء. إذا كان لا يجوز أو لا يصح أن يتم العقد على فتاة لم تبلغ 16، طيب في مأذون عقد عليها، ماذا تصنع؟ يعني لا تصل إلى حد إبطال الزواج، ماشي، تمسكا بالقواعد الشرعية، ضع عقوبات، اردع. بعدين يعني في كل التصرفات القانونية عندي قانون الولاية على المال اعتبر، صحح لي الأستاذ حسن، الأهلية 21 وقانون التجارة 18 في مباشرة العمل التجاري، 18 21 في المدني. كيف تباشر البنت عقد وهي قاصر في نظر القانون؟ يعني قاصر في نظر قانون العقود، وقاصر في قانون التجارة، تعطيها صفة الكمال والبلوغ، وهو من أخطر العقود. يعني هذا إذا فسخ ما ممكن تلافي آثاره، يعني ما ممكن تصحيح. لا، وفي كل مرة يقول: ورضى الزوجة ورضى الفتاة. يعني هل يعتد القانون برضاها إذا لم تكن قد بلغت مبالغ تقدير خطورة التصرف التي يعني سالبة بانتفاء الموضوع؟ ما ممكن أقول بأنها رضيت أو قبلت أو أذنت إذا كانت هي لا تقدر خطورة هذا الأمر. بالنسبة إلى توثيق العقود في خارج البحرين، القانون اعتد به واعتبر الفقه الذي تم في ظله هو القانون الواجب التطبيق. ثم يأتي، قلناها في البداية، يتطلب رضا الولي
إثبات العقد. هل إثبات معناها أن القانون البحريني لا يعتد بالعقد؟ إذا افترضوا أن الولي رفض، هل القانون لا يعتد بالعقد؟ إذا كان لا يعتد بالعقد فإذن كان في الأولى أن لا يعتد بالفقه الذي نشأ العقد في ظله، وإن كان يعتد بذلك الفقه لا يستقيم أنه يتطلب رضا الولي وتمنع هذه البحرينية من توثيق عقدها لأن الولي رفض. شوية مملة. طيب، عندنا موضوع الكفاءة، قسمها طبعا جعفري وسني، وقال الجعفري عندهم الكفاءة أصل الدين، والبالنسبة للمذاهب السنية الدين وما عليه العرف. طيب، يعني احنا سمعنا ان بعض الدول العربية القاضي أهدر أو فسخ عقد زوجة لأن الزوج مو مسموم من قبيلتها، لا من قبيلتها بس من فخذ أقل، يعني ما أدري إيش معناها، يعني فسخ العقد. طيب، هذا عرف، يعني إذا كان هناك عرف عندنا في البحرين أنه لازم تكون بنت حمولة الفلانية وزوجت شخص واكتشف بعد عمر طويل اكتشفت أنه مو في مستوى كفاءته، تفسخ العقد. هذه يفسخ العقد لأنه الولي له حق طلب الفسخ، وأيضا هي لها أن تطلب الفسخ، سواء كان أسرة، سواء كان عشيرة، سواء كان مهنة، يعني ما يرى العرف أنه له مدخلية وله قيمة في العلاقات الاجتماعية يكون سببا للفسخ. طب أنت أنشأت علاقة قانونية سليمة، كيف تضع فيها صاعقة تعبير إخوانا اللي صار بذور فنائها؟ يعني هذا أيضا من الملاحظ على القانون. بالنسبة إلى الإنفاق كسبب من أسباب الطلاق، معالجة القانون بالنسبة للفقه السني كانت جيدة جدا. بالنسبة للجعفري قال لا يطلق القاضي إذا كان الزوج غائبا أو محبوسا في حالة وجود مال ظاهر إليه، وهي بس العلاقة الزوجية، المال الظاهر والنفقة. طب ما أنت تقول في تعريف العقد أنه سكن، أنه إحصان، هل السكن والإحصان في النفقة فقط؟ يا أخي وحد الحكم، وهذا يعني الأحكام الممكن توحيدها دون أن تكون ماسة بمسائل عقائدية بحاجة للجسارة بس ويصدر فيها قانون. خف المجاملة بصراحة، يعني ظل مرة معلقة بانكة مسكينة لأن عنده عمارة مأجرة وينفق عليها وعلى أولادها، والله أعلم هو في وين، هي علاقتها الزوجية بس النفقة؟ سؤال. بالنسبة لسكن الزوجة، مرة يقول سكن خاص، مرة يقول سكن مستقل، مرة يقول سكن منعزل، مرة يقول سكن منفرد. ذكر أحد أساتذتنا اسمه الدكتور عبد المنعم الصدى من زملاء السنهوري، هذا عند الدكتورة سنة 46، يقول في صناعة التشريع اسمها صياغة، هذا اللي صار قدامنا هذا شغل حداد مو شغل صياغة، مع احترامي للحدادة، يعني ما في صنعة، ما في أصول صناعة. يقول الدكتور صدى بعد أن يوضع المشروع من لجنة متخصصة يعرض على شخص متمرس في التشريع يوحد عباراته، يوحد كلماته، يعني وحدة نسيج تدل على وحدة الناسج أو الصانع. هذه مرة تلاقي سكن منعزل، مرة تلاقي سكن مستقل، وجاي تحت فيه أيضا عبارات ونعدنها بالعدد. يعني فهذه أيضا من المآخذ على القانون، وسببها التعجل، وسببها أنه يمكن يكون يعني مطلوب أنه يصدر هالأيام. وبالمناسبة القانون رقم 19 على 2017 والقانون الملغي أيضا كان رقم 19 على 2009، يمكن هذه يعتقدونها من أسباب التوحيد. وكان ممكن يطلع برقم 17 على 17 يكون نايس. بالنسبة للجانب الجعفري في كثير من الحالات يقول بحسب الثابت في الفقه الجعفري. طب إذا أنت ما يعني إذا أنت مستعجل ما كان يعني تصدر ليش؟ ما كان تحيل بما مادة واحدة، يحال القاضي الجعفري للمقرر في الفقه الجعفري خلصنا، يعني ما
يعني لاحظ حالات كثيرة راح تخلق يعني كأنك أبو زيد ما غزيت يعني ما في معظمها إحالات إلى الفقه. طيب ما إحنا عندنا مشكلة أصلاً يعني ونبغى نقنن ونبغى نحدد للقاضي باعتبار أنه ما في حد من القضاة يزعم نفسه أنه فقيه ويستطيع أنه يستنبط من الفقه الواسع. حط له نصوص سهلة منضبط بالطريقة. أنت ما ضبطت الأمور. المادة 75 بقرأ النص والتعليق. إذا تم عقد الزواج صحيحاً وظهر حمل بالزوجة قبل توثيقه رسميا فينسب الحمل للزوج إذا تبين حصوله بعد العقد، وإذا أنكر الزوج أن الحمل منه يلجأ إلى الوسائل الشرعية في إثبات النسب. ولا في باله حكاية الدي إن إيه والعلم وين وصل وأن نسبة الخطأ 1 لـ7 مليار لحين الحكاية البينة الشرعية. تعليق في حال كون القانون يتكلم عن العقد الصحيح لكنه يتكلم هنا عن التوثيق بما يناقض منهجه فيما سلف. يعني ما يقول يجب أن يكون موثق وما يقول صحيح. يعني أنا أنتج آثار العقد الصحيح أو العقد الموثق. مواضحة المسألة. يتكلم مرة عن البنوة وبعدين يتكلم عن الاستلحاق ويعرف الاستلحاق بأنه بنوة. طيب ما لها داعي. ما لها داعي يعني. نجي في المادة عشان ما نظلمه. المادة 79 الإقرار بالبنوة ولو في مغض الموت يثبت النسب أن يكون المقر له مجهول، أن يكون المقر به بالغ، أن يكون فارق السن بينهما معقول، أن إلى آخره. بعدين يقول الاستلحاق. هذه كلها ألف بعدين باء الاستلحاق. ويقول وهو إقرار بالبنوة. طب ما أنت قايل فوق الإقرار بالبنوة. ما في داعي للتكرار يعني. في الزواج استوجب الشهادة بناء على الحديث اللي قلناه في بداية كلامنا عن أم المؤمنين عائشة. في الطلاق لم يستوجب الإشهاد فيما عدا بالنسبة للجعفري. طب ما أنت كان ممكن تضبط المسألة هني وهني، خصوصا وأن عندك آية توجب الإشهاد. يعني إذا كان عندك حديث لا يوجبه فعندك الآية فإذا بلغنا أجلهن فأمسكونا معروف وعرفنا إلى آخره وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله والله. عندك أمر في القرآن فحطها كموجب كنوع أيضا من تخفيف الخلاف في حصول الطلاق من عدمه. مرة بالنسبة للخلع بتكلم فيه بشكل سريع لأن المنصة توحي بأن باقي 5 دقائق. إذا ظل الوقت ممكن نتكلم بعدين. الخلع وهو مسألة يعني ممكن كانت تحل مشاكل كثيرة وكانت زمان يعني في الفترة الذهبية للقضاء الشرعي السني والجعفري. لأن أتذكرها كانت المرأة تأتي للمحكمة وتقول أننا بيني وبين زوجي كراهية وأنا أعطيه ما أعطاني. وعدنا قاعدة من أيام الرسول أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أحد الصحابة قالت يا رسول الله أن هذا زوجي لا أنكر عليه دينا ولا خلقا ولكني أكرهه. ما قال ماذا الرسول الكريم سألها ماذا أصدقك شنو أعطاك مهر؟ قالت حديقة. قال أتردين علي حديقة؟ قالت وأزيد. فقال الحديقة ثم قال طلقها يا قيس. وكنا ماشيين في المحاكم زي الفل وانتقض الكلام هذا ما عاد موجود يعني. فأصبحت الآن المرأة في حالة ابتزاز وأكررها في حالة ابتزاز وسلب. يعني أنا حضرت في دعوة اللي دفع عليها يمكن 2000 دينار أخذ منها 62,500. نعم 62,500. حتى المؤخر اللي ما دفع قال أبغاه. مو تبغون الطلاع جيب. أنت ما دفعت يعني لو ماشيين سالفة الحديقة كنا في حديقة يعني. لكن يعني أعتقد أنا أتوقف عن هذا القسم لأن وقتي انقضى وأنا أقرأ تعليقات. وشكرا على تحملكم يعني.